افضل. مرحبا يا حبيب. هلا حبيب. وينك لك يا زلمه؟ ليش الحال؟ وينك يا حبيب؟ والله شو يعطيك العافيه. لك حبيب قلي مظبوط مثل ما خبروني انك رحت على المستشفى وعملت فحص للقلب. هي بلا سيرة هلا. يعني رحت ولا ما رحت؟ يا اخي والله متضايق هلا. بلا بنحكي بعدين بنحكي. يعني رحت عملت فحص للقلب؟ يا اخي ايه رحت عملت فحص للقلب وطلع معي بالقلب. لا ما بشوفك تعصب. ها اخطر شيء للقلب هو التعصيب. ها حبيب بعرف هيك قال الحكيم اصلا. انه مويت يعني ولا شو؟ قال لي الحكيم انه معقول موت، انه ما في علاج لهيدا الشيء اللي عندي اياه، وما في دواء. معلش طول بالك. ايامي معدودة. بلا معدودة بلا معجزة. طول بالك يا حبيبي. بيقول لك لك حبيب كل شيء له دواء الايام بسيطة. طول بالك. هيك قولك. روح عيش حياتك انبسط. شو بدك مجاني؟ بتعرف منيح انه جيت لعندك. طبعا شو بدك. طيب ليك؟ كيف هي هالشركة؟ الشركة بتجنن. ايه شغل ماشي كتير منيح يا زلمة. مروان أنا ما عن جد كيف قدرت تفتح بهالظروف؟ ما بعرف. شو بدي لك خيي؟ هذا مروان أنا له حبيبي. حبيب أنا قلبي مثل الحديد. قلبي إيه لك ما تبلش هلا حبيب دخيلك. مش عامل لك قلبي. مش قصة قلبك أنت. لا 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 ما في مشكلة ما في مشكلة. طب صار عندك زبونات عم بتربي زبونات؟ طبعا اجوا انا زبونات صاري مثل الكشك عندي بالشركة. بتعرف ليش يا اخي؟ انا عملت دربة غير شكل. رحت فتحت الشركة وين؟ بقلب بيروت. ما تبلش يا حبيب دخيلك قلبي. بتعمل لي خبريات انا حبيب. مش مشكلة يا اخي مش مشكلة مروان والله مش مشكلة. طيب ومرتك اكيد ردت عليك بقى خلص. جنت رودك ما بتطيب بس شافت الشركة فتح قلبها يا قد صار قلبها. حبيب دخيلك هلا مش كل ما حكينا كلمة تعمل لي قصة القلب لك حبيب. خلص خلص مش مشكلة. مش 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 والله مروان مش مشكلة. خلص غير الحديث. غير الحديث. نسمع موسيقى؟ يلا نسمع موسيقى. قلبي ومفتاحه دول من بسيطة من غير غنية يا حبيب. ماني ماني مروان غير غير. يا قلبي. خلاص بنغير بنغير شنة. خلاص خلاص غير شنة. حملت قلبي. ولو. خلاص هي مليها الموسيقى يا خيي. أساسا أنا ما بدي موسيقى يا حبيب. ولا موسيقى. عمله. هات نحضر تلفزيون. شو رأيك؟ هي تلفزيون تلفزيون مروان. ولا حط لك لا شي دراما ولا شي ألعاب وتسليه. لا لا لا. بنحط سياسة. أحسن شي سياسة خيي. هذا وما زال الوضع السوري متردي ولساتها سوريا في قلب العاصفة. شو الحظ بدك يا رضا خي؟ ما بطلنا خي بس رحت على التلفزيون يا عمي عمى. سكرتيرة هيدي. هيدي جوالنا بتشيل الهم عن القلب. القلب حبيب معنى شيء ما تخدها لها القصة معنى شيء. معنى خليك يا حبيب. نعم خير. بونجور بدي عزبك مستر مروان. بدي بليز ايميلك الشخصي تقدر ابعت منه ميلات لكل الشركة اللي بدنا نتعامل معهم. ايه تكرم عينك. اهم شيء تبعتي لي للاف ام. هيدي الشركة كتير بتب. لا ما تقولي لي بعتيها للاف ام. لك قلبي على قلبي هيدي البنت بتصدق ايه؟ خلص خلص يا حبيب. خلص عم اقول لك ما تحكي على قلبي. ضلك تحكي على قلبي. رؤية حبيب. حبيب رؤية عمي. لعنة شو عم عزت انا خيي. لو شوفتك كلمة بتمرق بتيجي بتقعد عندي. العمى ما سمعتك. عمى سمعني هذا. شو سمعني؟